الاعلام التونسي اخوتي حاقد على المنتخب المغربي وعلى كيفاش قدمنا اللائحه، ومع بكثره ما هما شافوها واعره بداو كينتقدوا انتقادات خاويه انتقادات. ما بقيناش حنا كنقدموا اللائحه بحال فهمتيني بحال شي مجرمين، اسماء ديالهم وجههم دايرينها ها. لا حنا 2024 دخلنا لها حاجه جديده. انتوما تشوفوا معايا ونبداو معاك دوكا دوك ونناقشوا كلشي بالهداوه. شوفوا البدايه على مستوى التكوين وحتى على مستوى تقديم الليستة هربوا بينا. فمش مسلمان هذه شنو امور نتاع انفورماتيك فاسيلمون تترك ما فيها حتى شيء. على الفكره شويه جرافيك مزيان. هذا الحقد الاول قال لك انفورماتيك فين؟ قول صاحبي مونتاج، قول شي حاجه شنو. حنا وريناكم قدمنا لكم اللائحه وزدنا قدمنا لكم البلاد ديالنا كي دايره، شتوها هذيك هي اللي فقساتكم ماشي اللائحه. شتو البلاد كي دايره خضراء غزاله، هذيك اللي فقساتكم. انا حاس بكم غير هضره صاحبي، مالك مخلوعه صاحبي. ندوزو للثاني شوفوا شنو يقول. حكر كان على دومي فيناليست تاع المونديال كيف ما قال لك سيوس. هذه سهله هي تاع النجم يعمل هذه مش حاجه. شفنا ما عملناش الحق الثاني ما هدرش كاع، قال له سهله هذيك اي واحد يديرها ديرها صاحبي. كتبقى الفكره ديما اي حاجه كتبان سهله، ولكن اللي كيديرها الاول هذيك هو هذيك هي اللمسه الواعره. نتوما دابا فلتت لكم فهمتيني داروها قبل منه سهله. حتى القط ملي كيوصلش للحم شنو كيقول؟ خانز هذه هي اللي درتي. بعد دوز للثاني شوفوا يقدر شي واحد يشكرنا. دوز نشوفوا الفكره تولي ممتازه اني نقدم المنتخب نتاعي ومام طون نعمل تسويقه سياحيه للبلاد نتاعي اللي نربحوا منها. ها هو قر ثالث قر. قلت لكم في الاول قلت لكم ما فاقصهمش اللائحه، فاقصهم البلاد ملي شافوها كي دايره. داك التسويق السياحي مع الكره ما هذه هي السياسه صاحبي. شكون كنتو كتفهموا ولا مالكم اصاحبي؟ خرج عليكم ماكله رمضان خرجت عليكم اصاحبي. دوزو نشوفوا الرابع ولا الخامس هذا كاملين حوس السادس. بعد الجزائر كيجيك نيشان ما كنحملك، هذا كيقول لك انا انت عندي عزيز ولكن شدك هما هادوك. دوز نشوفوا شنو يقول هذا. دوز افكار انا ما نشوف حتى شيء اكسبسيونيل في الفكره هذه. قاعد نشوف في مراول الطاير وكي نقعد انا يلزمني نعاود الفيديو هذا 10 مرات باش نجم نقرا الليسته ونخرجها. فهمتش علاش والاسماء بالفرنسويه هذا دفاتهم في الحقد. هذا حقد بزاف، هذا حسيت به شويه ديال الطرطق. قال له اشتغى دنيات اي طيرو، قال له وكاتبين بالفرنسي. كثر تعرفتي يا فرنسي؟ يقول لي انا يشرح لي فين قاري انت تقاري بزاف. كثر تعرفتي يا فرنسي؟ انا كنت زهر لازهر ال ا زيد ا اغ انا نكتب هكا. كثر عرفتيني كتبتها بالفرنسي ولا بالانجلي ولا السميات كيتبدلوا ولا كتبتهم بالانجلي ولا بالفرنسي؟ شتي الحق فين خرجك؟ خايبه. زيد نسمعوا زيد هذا تيبان لي هذا غادي يزيد يتفرقع. زيد سمعنا شنو تقول. فهمت علاش والاسماء بالفرنسويه يا لندرا؟ انت المنتخب هذا المغربي هل هو منتخب الدار البيضاء والرباط ام منتخب الجئات اللي اصابها زلزال المغرب اللي ما يعرفوش يقراوا حتى بالعربي مسكنات واللي هما يبداو يستناو في ماتش الكوره هذا باش كذا؟ كي تقدم لي انت ليست وما تقدمها ليش؟ تقدم لي في تصاور تطير في السماء كانه حمام واحد. يقول لي أجاب الزلزال الناس ديال الكرة اللائحة العربية الفرنسيين. مالك صاحبي بان حاقدين فهمتيني؟ كتبانو شحال حاقدين يا ربي السلامة. ولكن هادشي أنا كيضحكني كيفرحني كنعرف بلي المغرب عرفتي ماشي في الطريق المستقيم، وهادشي اللي مخلي قلبكم أكحل يا صاحبي. يا ربي شوية وراسك كيطرطق. زيد نسمعوك شنو تقول. زيد انا نستنى فيك باش تعطيني لا ليست. انا تو نحاول باش نقرا بعض الاسماء ما لحقتش عليهم كل صراحه. معناتها تكنيك هو متوجه انك تعمل فكره جديده فكره متطوره ولكن تتقنها اولا انت قلتي ما بقيتي كتشوفها طايره ما قريتيش السميات. واف علاش ما قريتيش السميات؟ حيت ما شتيش اللائحه. انت بقيتي كتشوفي في بلاد خضراء الديور كي دايرين الطاقه الهوائيه الطاقه الشمسيه فهمتيني البلاد غزالة. هذه هي اللي مخلاتش قرا ماشي. اما اللاعبيه باينين مقريين اصلا. الركراكي قال اللائحه بالاسماء من الحارس حتى للهجوم عاد تلاحت هاد اللائحه. تا يمكن ما همكش هادشي، همك هو قلبك كحل
وهادشي انا كيفرحني حتىش كيفرحني حيت كنعرف بلي حنا ماشيين في طريق الصواب وهادشي اللي كيخلينا حنا ديما عاش الملك شافنا الله.